طيب والله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، أصحابكم فيها شهاب رأيا والمستهل بأهم وأبرز ما جاء فيها. أصاب 17 مواطن بفيروس كورونا. سد مسلام يسهم في التنمية الزراعية. تدريب أعضاء القيادة الشرقية في توثيق السجلات. قتلى ومصابين جراء إيبولا في الكونغو وغينيا. تفجير حافلة بالعاصمة الأفغانية وإسقاط مروحية وسط البلاد. وكوريا الشمالية تقول إنها ستتجاهل الولايات المتحدة في حال واصلت سياستها العدائية. مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة: أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 18 من مارس في مراكز العزل في إقليمي الغاش بركة والأوسط أكدت بإصابة 17 مواطن بفيروس كورونا، وأصيب 16 في إقليم الغاش بركة، 9 في أديبرا، و3 في أقردات، و2 في شامبوق، و1 في علي قدر، و1 في أم حجر، وإصابة واحدة في أسمرة بالإقليم الأوسط. في غضون ذلك شفي 63 مصاب كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، 47 منهم من إقليم الغاش بركة، و16 في الإقليم الأوسط. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3095، شفي منها 2833، ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 255 مصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من مارس 2021. قال المدير الطبي لمستشفى الدخالة الدكتور تيدروس تخلي إن أجهزة رعاية الأطفال الخضج في المستشفى من عمر اليوم الواحد وحتى الشهر تسهم في إنقاذ حياة الأطفال، وأوضح أن المستشفى يقدم خدمات جيدة بعد سد احتياجاته من المعدات والكادر الصحي، وأن إدخال أجهزة رعاية الأطفال الخضج له أهمية كبيرة. وذكرت الدكتور تيدروس تخلي أن بناء غرف انتظار الحوامل بسعة 12 سرير يسهم في عملية رعاية الأمومة والطفولة، إلى جانب مساهمة التبرع الطوعي بالدم في عمل المستشفى. وأفاد السكان بأنهم كانوا يتوجهون إلى من دفر سابقا للحصول على خدمات الأشعة السينية وغيرها، مشيرين إلى أنهم يحصلون حاليا على الخدمات المتكاملة في مستشفى المدينة. ويقدم مستشفى عدي خالة حاليا خدمات الأمراض الباطنية والإسعافات الطارئة وطب العيون والأسنان والفحوصات بالأشعة والموجات الصوتية والعمليات الجراحية ومكافحة الأمراض المعدية. كما يوجد في مديرية عدي خالة مستشفيين وعيادتين. قال المزارعون إن سد مسلام خلق لهم دافعا كبيرا للتنمية الزراعية المروية. وأوضح المزارع ناصر نور حسين أن العمل الزراعي الذي بدأه قبل 4 سنوات أعلى السد مكنه من إنتاج 500 إلى 600 كنتال من البطاطا سنويا، إضافة إلى أنواع الخضروات الأخرى. ودعا المزارع ناصر نور حسين إلى سد النواقص التي تواجههم من المبيدات والسماد والبذور المحسنة والوقود بأسعار مناسبة. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية دبار وسيد ياريد دهب تقرقش أن وفرة المياه ساعد 30 مزارع القيام بالأنشطة الزراعية في مساحة حوالي 50 هكتار بالخضروات والذرة وتحسين حياتهم المعيشية. كما قال إن طلبات المزارعين كبيرة وضعا في الاعتبار على مستوى البلاد، حيث تعمل وزارة الزراعة لحلها حسب الأولويات. نظمت القيادة الشرقية دورة تدريبية لتوثيق السجلات لشهرين ل72 من أعضائها بينهم 24 امرأة،
واشتملت الدورة التدريبية النظرية والتطبيقية على حفظ السجلات وإعداد التقارير والمواضيع المرتبطة بها. وأوضح المشرفون على الدورة أنها هدفت لرفع قدرة الأعضاء مهنيا ومعرفيا وتسيير أعمال ذات كفاءة عالية، داعين المشاركين لاستغلال قدراتهم بالعمل التطبيقي وإبداء الاهتمام والتفاني والمسؤولية في عملهم. مشاهدينا الأفاضل، فاصل قصير ثم لنبع على الصعيد العالمي. أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، أكدت إبلاغ الدول الأعضاء عن إجمالي 30 حالة إصابة بمرض إيبولا و15 حالة وفاة. وأوضحت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض في بيان إحصائي عن تفشي وباء إيبولا، وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية أكدت 12 إصابة و6 وفيات وشفاء حالتين، فيما سجلت غينيا 18 حالة و 9 وفيات وشفاء 6 حالات. وأوضحت أن سيراليون حققت في 13 حالة بشأن الإصابة بفيروس إيبولا، لكنها أكدت سلبية كل الحالات. وحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن مرض الإيبولا يصيب الإنسان وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية، ثم ينتقل بالعدوى من المصابين إلى الأصحاء، حيث يبلغ معدل الوفاة بين المصابين 50% تقريبا في المتوسط، وتراوح المعدل خلال موجات التفشي السابقة بين 25% إلى 90%. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مصرع 9 جنود في تحطم طائرة، كما سقط قتلى وجرحى في تفجير حافلة حكومية في العاصمة كابول. وقالت وزارة الدفاع أن 9 من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم طائرة مروحية وسط أفغانستان، وأضافت أنها تحقق في التحطم الذي وقع في إقليم ميدان وردك، وأن القتلى كانوا من طاقم الطائرة والقوات الخاصة. وفي سياق متصل، قال مسؤولون أفغان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 11 شخصا عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابول اليوم الخميس. وأكد متحدث باسم شرطة كابول عدد الضحايا، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وقال مسؤول آخر إن الحافلة كانت تقل موظفين في الحكومة. ويأتي هذا التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ودول مهمة بينها الولايات المتحدة وروسيا في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية. أعلنت كوريا الشمالية أنها ستتجاهل أي محاولة من الولايات المتحدة للاتصال بها، وذلك وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قبل ساعات من إجراء وزيرين أمريكيين بارزين مباحثات في سول. ونقلت يونهاب عن تشو سون هي النائبة الأولى لوزير الخارجية الكورية الشمال قولها لوسائل الإعلام إنه لا اتصال أو حوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة حتى تسحب الولايات المتحدة سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية. وتأتي تصريحات تشو مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوسن إلى سول في محطتهما الثانية من جولة أسيوية لتعزيز جبهة موحدة ضد كوريا الشمالية والصين. ويعد هذا التصريح أول إشارة صريحة من قبل نظام كوريا الشمالية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بعد 4 أشهر على انتخاب بايدن، على الرغم من أنها لم تذكره بالاسم. أعلنت أوكرانيا ردها ما جاء في التقرير النهائي الذي أعدته إيران بشأن إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخين. وأكد وزير الخارجية الأوكراني عدم سماح بلاده لإيران بالتهرب من المسؤولية من خلال التقرير الذي أكد أنه تم اطلاع به. ونشرت هيئة الطيران الإيرانية تقريرها النهائي المكون من 139 صفحة حول إطلاق النار على الطائرة الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة طهران في 8 يناير 2020.
وخلص تقرير إلى أن مشق نظام الدفاع الجوي أطلق الصواريخ على الطائرة باعتبارها هدفا معاديا دون انتظار تعليمات المركز. واتفقت إيران وأوكرانيا على تفريغ الصندوقين الأسودين بعد الحادث، ولكن لم يتم توفير المعدات اللازمة بسبب العقوبات الأمريكية، وبالتالي تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إرسالها إلى فرنسا. وذكر أنه كان هناك 4 أنوات صوتية وجودة الأصوات كانت جيدة. وردا على التقرير، صرح وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في بيان أن بلاده أرسلت تعليقا من 90 صفحة واقتراحا إلى إيران بشأن مسودة التقرير. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة.